اهلا وسهلا. اهلين حبيبتي، اكيد جاي تعزمينا على حفلة يوم زواجكم، ولا ما كنت اجيتي بهالفستان الحلو؟ قريتوا الف مبروك وان شاء الله جوازة الدهر. يا رشوفي ليش عم تبكي؟ فوتي حبيبتي فوتي. مساء الخير. مساء الخير. اهلين اهلين يارا، تفضلي. شكرا. يارا حبيبتي احكي لي شو القصه؟ بعدين ليش جايبه شنطتك وجايه لعنا؟ جوزك وينه؟ تركت له البيت واجيت. ليش؟ مو المفروض انه اليوم تكونوا مبسوطين كثير؟ سامي ضربني. ضربك؟ خير ليش؟ احكي لي. وين بدها تروح يعني؟ الو رامي طمني، يارا عندكم؟ الحمد لله. خلوها عندكم، لا تخلوها تروح لمحل تاني. بعدين بحكي لك القصة، بس خلوها تنام عندكم اليوم. خلص أنا بكرة بجي باخدها. لا لا اليوم ما بيمشي الحال. قلت لك ما رح أجي أخدها اليوم. هلا خلص أخي، قلت لك بكرة. مع السلامة. مين كان على التليفون؟ ما حدا، قصدي النمرة غلط. إلك أن قوم البيس مشان نوصل يارا على بيته. فعلا تعملوا زينة العقل، أنا رح روح البيس. لا تعذب حالك رامي، ماني رايحة. يارا لا تعملي من الحب قبة وتكبري المشكلة وتخربي بيتك بإيدك. حبيبتي الرجال والمرأة بيتخانقوا كتير وبيتقاتلوا، بعدين بكل محل بيرجعوا مثل السمنة على العسل. مالي رايحة لعنده لحتى يجي هو لهون ويعتذر مني قدامكم ويعدني انه ما عاد يهني ويهين اهلي ويعايرنا فقرنا، يعني بيرضيكم هذا الحكي؟ لك ويضربني كمان؟ لا طبعا ما بيرضينا، بس يعني ما في دخان بلا نار، يعني مو معقولة اخي هيك من الباب للطاقة يمد ايده ويضربك، يعني لا تؤاخذيني بهالكلمة الا ما تكوني عملتي له شيء. لا سيدي مالي عملت له شيء، كل اللي عملته اني ما رضيت نطلع نسهر برا، فضلت نسهر بالبيت، هي هي كل القصة. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، انا لازم اسمع الطرفين بالاول. على كل الاحوال ومهما كانت الاسباب انا من راي اختي كلارا، يعني لازم تلمل من الموضوع وترجعي لعند جوزك، ما تخلي الخلاف بينك وبينه يكبر. لا سيدي هو اللي غلط هو اللي لازم يجي لعندي يصالحني مو انا. تعي تعي معي شوي فوتي. تعي لشوف عادي هون. اسمعي يارا إذا بدك تضلي مصرة على إنه جوزك هو اللي غلطان وهو لازم يبوس إيدك ويصالحك رح تكوني غلطانة كتير. جوزك مثل جوزي مستحيل يعترفوا بغلطه، يعني رح تنتظري كتير هون من دون فايدة ومو بعيدة بالأخير تخسري بيتك وجوزك. بعدين على ما حكيتيلي مو بس هو الغلطان، أنت كمان غلطتي بحقه وجرحتي له كرامته لما جبتي له سيرة أبوه والحبس والنصب والمصاري الحرام، فقصري الشر وخلينا نرجعك لبيتك ونصالحك مع جوزك أحسن ما تبات القصة لبكرة. لا ستي ماني رايحة. ايه تصطفلي عقلك براسك بتعرفي خلاصك، بس بكرة اذا دريتي انه تجوز عليكي وحدة تانية لا تجي تعدي تبكيلي وتتبكبكيلي. تجوز علي؟ وشي اللي بيمنعه؟ رجال مثل الفلة ومليان مصاري، يعني باشارة صغيرة من اصبعته بيقدر يتجوز 10 بدال الوحدة. ايه بس سامي بيحبني. ايه ومثل ما بيقول المثل بعيد عن العين بعيد عن القلب. انت هيك قولك؟ لكن شو مفكرة؟ لك هدول الرجال بيخوفوا. قومي لك قومي رجعيني لعنده بسرعة قومي. برافو عليك هيك بدي اياك. يلا رامي يلا حبيبي قوم البيس مشان نوصل يارا لبيتها. شو يارا مشي الحال؟ ايه الله يقدم اللي فيه الخير. تفضلوا. اهلين يا رب تفضل. يا عيب الشوم عليك يا صهري عزيز، هذا فصل بنعمه هيك بتمرق حفله يوم زواجكم من دون ما تعزمنا؟ بهي معك حق، نحن كان لازم نعزمكم بس هذا اللي صار. ما مشكله ماشي الحال.
وان شاء الله اللي جاي اكثر من اللي رايح، ما هيك يا يارا؟ ان شاء الله. تفضلوا ارتاحوا، انا رح اعمل لكم قهوه، شو رايكم؟ لا معلش سهري، انت ارتاح وعود، يارا بتعملها، بدنا نشرب قهوه من ايديها الحلوين. تعا عود، تفضل. هات لشوف، احكي لي شو القصه. ليش ما حكيت لكم اياه؟ اخي بدي اسمع منك. يارا مثل ما فهمتك ها، هلا بتحكي مع جوزك وكانه ما في شيء بيناتكم. طيب وبركي هو ما حكى؟ ايه واذا انت تحركي شيء لازم تمضوا هالليله وانتم متصالحين، وبعدين اذا بدكم بتناقشوا اللي صار على رواق، مشان كل واحد منكم يعرف شو غلطه ويعتذر. هذا اللي صار. يعني انت لو كنت محلي ومرتك حكيت هيك حكي عنك وعن عيلتك كنت بتسكت لها؟ إيه لا طبعا، بس كمان ما بخلي الموضوع يصل للضرب. ما بعرف كيف فقدت اعصابي. على كل مرتك اجت وناوي على الصلحه، فانا برايي انك ما تفوت الفرصه. اجوا اجوا. تفضل. يسلموا. تفضل. يسلموا. يسلموا الايدين. ايديك. يلا رامي اشرب القهوه بسرعه خلينا نمشي. شو؟ وين بدكم تروحوا؟ خليكم نسهر ونتعشى ونحتفل سوا، ليك الطاوله مثل ما هي. ايه لا سيدي، نحن ما بنقبل هيك عزيمه، يعني لما بتتذكروا انه تعزمونا قبل بوقت ساعتها ممكن نجي. اختي اسمكم اجيتوا واجيتوا، قضوا معنا السهره ليله. السنه الجايه ان شاء الله. يلا رامي خلينا نمشي. يلا تفضل. صباح الخير يا جماعة. وانتو بخير. خاطرك يا رامي. الله معك. خاطركم. مع السلامة. مع السلامة. تفضل. استنوا ما شفتوا منها ها. شرفي. صحيح انا قنعت اختي انه ترجع لبيتها، بس لو كنت محلها وانت هايني وهاين اهلي وضاربني فوق الاهانه ما برجع لك لو انطبقت السما على الارض، يعني بشو ما عليه متوحش. ايه بس اختك كمان ما قصرت، هي اللي استفزته وخلته يضربها، لكن بصير تقول له ابوك حرامي وكل المصاري اللي معكم حرام بحرام، شو هالعيب هاد؟ ليش مو هي الحقيقه؟ لا ستي مو هي الحقيقه، ابي طول عمره كان شريف بحياته ما دخل قرش حرام لجيبته. طيب قل لي ليش انحبس لكان؟ هيك ظلم، شريكه افترى عليه ولف على القضية وإلا ما يجي يوم تبين الحقيقة، بس حقيقتكم أنتم لا تواخذيني بهالكلمة باينة مثل عين الشمس، وأخي ما غلط لما طلب من أختك تنسى حياة الفقر والقلة اللي كانت عايشتها عند أهلك وتتعود على حياة الغني والجخ. وعم تعيرني بأهلي وبفقرهم كمان؟ لا مو هذا قصدي. لا سيدي قصدك، لأنه أهل أختي هنن أهلي كمان، بس يا عم الشوم عليك، كنت مفتكرتك أعقل من أخوك، طلعت أضرب منه. لا احترمي حالك وعرفي شو عم تحكي. ها انت اللي لازم تحترم حالك وتعرف شو عم تحكي. صحيح انا من عيله فقيره، بس بتضل عيلتي اشرف منك ومن عيلتك كلها، ويكون بعلمك عمر المصاري ما ساوت بني ادم. لارا انت هيك زودتيها كثير، فقصري احسن لك. ها لا ما رح اقصرها، ولازم كل واحد منا يعرف مقامه. ايه اسكتي هلا وبلا العباره طعمي. ما بدي اسكت. طلقني. شو عم تقولي؟ مثل ما سمعت طلقني وهلا كمان. شو انت جنيتي؟ بالعكس انا هلا عقلت، واذا انا قبلت اني اعيش معك يوم واحد بعد هلا كنا قبلاني بالاهانه وسابتي عليها، وهالشي رح يخليك كل ما دق الكوز بالجره تهني وتعيرني باهلي وبفقرهم، مشان هيك طلني وخلص مني بكون احسن لي واحسن لك. لارا كبري عقلك وبلا جنان. ها عم اقول لك طلني قبل ما بلش فيك وبعيلتك. يا حرامي يا ابن الحراميه. اخلصي انت. طالق طالق طالق.
نرن الباب؟ هدول اكيد شي جماعة تذكروا يوم زواجنا وجايين يباركونا. خليهم يرنوا ليشبعوا، نحن مالنا هون. شو يعني معقول ما نفتح الباب؟ لا ما بدنا نفتح الباب. لا لا ما حلو حبيبتي ما حلو. طيب خليك انا بفتح. يلا. لارا خير اختي؟ شوفي لارا، شوفي قولي لي شو صار؟ شبكي؟